ينضم إلينا من هناك محافظ الغابات بولاية تبسة سيد عواج محمد عجيب. أهلا بك سيد الكريم معنا. إذا ولاية تبسة وعلى غرار ولاية العديد من الولايات شهدت اندلاع العديد من الحرائق، ما هي آخر المستجدات وهل تم إخماد كافة الحرائق؟ بالنسبة للوقت الحالي شكرا لك سيدتي. بالنسبة للوقت الحالي الأمور هي هادئة، نسبة الحريق تفوت 99%. العملية اللي نقوم بها هي خاصة الآن هي عملية مراقبة وعملية احترازية. تم السيطرة بالكامل على الحريق، وهذا بفضل تدخل جميع المؤسسات والإدارات والأوان وخاصة الجيش الوطني الشعبي اللي مدلنا يد العون. إذا كل من محافظة الغابات، كل مديرية الحماية المدنية وكذلك الجيش الوطني الشعبي والمواطنين الذين توافدوا خاصة بقوة، إذا هذا كانوا يد واحدة مما سمح لنا بالسيطرة على الحريق. طيب سيد عواج، هل من حصائل أو حصيلة أولية لخسائر هذه الحرائق في ولاية تبسة؟ في حصيلة أولية، كحصيلة أولية مساحة تقدر ما بين 150 إلى 200. احنا في التقييم الإجمالي مازال ما درناش هذا، حصيلة أولية برك. دونك ما بين 150 إلى 200 هكتار أبوتري، منها حوالي أكثر من 50 هكتار حلفة. محافظ الغابات بولاية تبسة سيد عواج محمد عجيبة، شكرا.